هذا الموضوع اللي هضرنا عليه اللي هو واحد كارثة بيئية وقعت في منتزه المنارة اللي هو منتزه تاريخي، يعني واحد المنتزه اللي في عمره مئات السنين، واحد المنتزه اللي معلمة من معالم مدينة مراكش، يعني ما يمكنكش تصور مدينة مراكش بدون المنارة. هذا المنتزه اللي تعرض لواحد الإهمال خطير، يعني شفنا الأسماك ميتة، شفنا الروائح الكريهة عاطية في هذاك الحوض، هذاك الحوض اللي واحد الحوض اللي هو تاريخي اللي سبق له تدرب فيه الجنود المغاربة من حقبة الموحدين، اللي عنده تاريخ، عنده ذكريات، عنده كيتعرض لواحد الإهمال. حنا كنعرفوا بأن أصلا هذاك الحوض هو اللي كيسقي هذوك أشجار الزيتون اللي هي الإشارة، راه ماشي أي زيتون، هذاك واحد الزيتون اللي معروف بالحوزية، واحد الزيتون اللي هو تاريخي، واحد النوع الزيتون اللي هو أصلا معرض للانقراض. يعني حنا السؤال المطروح، من المسؤول على هذا الإهمال اللي كتعرض عليه معلمة من معالم مدينة مراكش؟ هذه المعلمة اللي أي مراكشي عنده معها ذكريات، واحد المعلمة اللي داخلة في التراث اللامادي ديالنا، واحد المعلمة اللي جزء من الهوية ديالنا، اللي كانوا المراكشين عبر تاريخهم كانت متنفس ديالهم، فيها دازو القصير، فيها دازو النزاي، فيها يعني المتنفس ديال مراكش. شكون المسؤول على هذه الحالة؟ اللي هي أصلا تعرضت للاستغلال، تعرضت ل يعني شفنا حنا المنارات تكرت لشركات تاع لي زيفينمون، حنا ما فهمناش كيفاش كتقبض مؤسسه بحال هذيك، شكون كيتقاضى هاد الاموال؟ علاش؟ اش غتقبض معلامه دير فيها سبيكتاكل تولي بالدخول كل مره كينوض تيدير فيها شي تجربه؟ شفنا بلوكات الاسمنت، راه عرفتي باش دير بلوكات الاسمنت فواحد المعلامه تاريخيه، راه ما خصش يتم تغيير المعالم ديالها، ما خصش يكون تغيير المعالم ديالها. يعني تشوف تدعي وتطرح سؤال، من المسؤول على هذا الشيء؟ فينا هي السلطات الوصية؟ فينا هما المنتخبين ديالنا؟ فينا هما؟ يعني واش دابا ما كاينش مدخول اوروبا مع الزيتون ديالها، المدخول ديالو ما بقاش كافيهم، خلاوها عرضة الاهمال؟ ربما حتى يبان ثاني ميت تحلب منها عادي يعاودوا يتفكروها، ربما يعني كتبقى هي اسئله جد مشروعه ملي كتشوف هذاك نوع الاهمال اللي تعرضت ليه هذه المعلمه.